كشفت الفنانة المغربية فاطمة خير عن الصيغة التي اختارتها لتدريس طفليها بعد القرار الأخير لوزارة التربية الوطنية التي خيرت أولياء الأمور بين اختيار التعليم عن بعد أو حضوريا لأطفالهم، وذلك تماشيا مع التطورات التي عرفتها الحالة الوبائية ببلادنا. ونشرت الفنانة المغربية فاطمة خير عبر حسابها الرسمي انستغرام صورة لها رفقة زوجها سعد سولي بالكمامات الطبية الواقية، وأرفقتها بتدوينة تقول: دخول المدرسة هاد السنة مختلف، أولادنا غادي يعيشوا تجربة جديدة عليهم، هذا علاش خاصنا نعلموهم ويعرفوا كل الاحتياطات اللازمة من وضع الكمامة وغسل اليدين واحترام مسافة الأمان لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، خاصهم يكونوا على قدر كبير من الالتزام والوعي، وهذه مسؤولية جميع. الله يحفظ البلاد والعباد. هذا وقد تفاعلت عدد من الأمهات مع منشور فاطمة خير الذي تقاسمته معهن اليوم الجمعة.